حملة فريزر. احنا بصدد انتاج فيلم ضخم ما تخيرش عن حضرتك. لو عرفنا نركب جهاز تصنط في مريان نفسها استغفر الله العظيم. الدنيا كلها بتزبط موعدها بيومي فؤاد، يعني احنا مواعيد السفر بتاعتنا مرتبطة بيومي فؤاد. بيومي كان بيجي لنا التصوير مطبق بقاله يومين في اوردر تاني، ويجي يقعد معانا ويطلع من عندنا على اوردر تاني، وبينام في العربيه وبتاع، وحاجه يعني مأساة صراحه. يعني حتى في الحاجات اللي كان عاملها في رمضان لو تاخد بالك، كان شغال مسلسل في حوالي 7 مسلسلات في رمضان، كل مسلسل شخصيه مختلفه. يعني في انا فاكر كنت بشوفه في الميزان شخصيه، وفي بنات سوبرمان شخصيه تانية خالص، وكان في المسلسل بتاع ليلى علوي كان طالع شخصيه، ده احلى دور عمله بيومي في رمضان اللي فات بتاع دافنشي. فلا بيومي مختلف جدا في الحاجات اللي بيقدمها، وهو مش شخصيه واحده وبيطلع بيها في كل الحاجات، بالعكس وهو عندنا في الفيلم طالع معانا بكاركتر غير الكاركتر اللي طالع بيها مع فهمي في كلب بلدي، غير الكاركتر اللي طالع بيها مع حسن الرداد وايمي خالص. يعني